فيكم مكلاب فيكم فساد فيكم عملاء رقصت الامريكان خنتو دم الشهداء مش سراق مافيا وفلات جابوا العار تونس اختصبوها خاطر رجلها مش في الدار هاني واقف ضد الكل وبرايا الشعب التونسي من فوقي نور الله قدامي لمبصح والسبسي رول متاعي في الحياة باش نكشف الحق كلامي مبني على الاحداث على اللي صار عما سبق نبدا وبعد ما خرجت بن علي وهرب قلنا الحمد لله يزي مقتل وثرب لعبوا له اللعبة في بالو هدي الاوضاع واحد من الناس كنت في بالي للحبس رجع الجيش التونسي وقف بقيادة رشيد عمار رجعت نروح في قلوب الناس أكبر وصغار من غادي بدأت اللعبة بتقسيم المناصب الفورماسيون تتبدل كي تتبدل المطالب تشكيلة جديدة بيزير تعليمات من الأمريكان مصالح البلاد باعوها للعدوان زيد انشر الفوضى زيد دخل البلاد في حيط التونسي عايش خايف قدوة حي ولا ميت الكاشا ما قسموهم سيبوا رسالتهم في التحزاب حرب سياسية لعبة الانتخابات زيد فرح لحبوسات مدام ليلى بفلوسها تقلب البلاد نجم تبيع وتشري في الاقتصاد لعبة بانت بالمكشوف حبوا يهربوا عماد أجري البندية بالفلوس خربوا انشر الفساد شفنا مظاهرات تنادي بسقاط الحكومة بالوقت خرج البوليس أو جهات منهم هما الحاكم مخبي وجهه بالكاكول بن علي ما تتعودش خليه يسول بجول جيش واقف مع الشعب الشمال للجنوب واللي كيدي فيه يدور في اللعب بين ثلاثة دول امريكا وقطر والبلاد مافيا بوليتيك شعارها الاستبداد حطوا دبلاف والخايم سيروا باش يتكشف باع الناس يتباع القرآن اللي عليها حلف نعرف نهايتكم قريبة ربي ينصر الحق ازرق انها بخطة في هيتك باش تتحرق ما تبدل شي في تونس الوجوه اللي تتبدل لا دكتاتور يتبدلوا كيف الخطة تفشل لا بهمهم شكوني لما تكثر فلوس صعب شكون العائلة جديدة اللي علينا باش تدوس خايف لا دم الشهداء يمشي حرام خايف لا تولي حروبات اهلية يكثر فيها الاجرام انا وانتي خايفين من اللي يقولوا كيفاش نقض مدمان وكلاب بن علي مازالوا يدوروا عصابة تدور بالمكشوف عند الكفار وصوري زي السلطة المتخبية ورا الستار اللي تدور في الدولاب وتخرب في البلاد فلوس لكل عباد ما حاجتهاش بانتخابات واللي جادين كراسي جيسي تبقوا في الاوامر عبارة مليونات ديزولي هذا اللي صاير شفنا انفلات في الامن في الدين وفي الاعلام واحد يحلل في الخمر والاخر تحارب بالافلام كونتر الاسلام مش منك من الاعلام تاع تونس رغم المول حكاية هذه في دولة مسلمة ما تصيرش نعم شو الحل لازمنا ثورة جديدة مدام الثورة باسم الحرية مسحوها وركبوا عليها ما نتبدلش عايش راجل نقعة ديما أورلا الوا الوعي اللي صنعتوه انتوما جسوي لا نعرف باللي حياتي اليوم ساسير أكثر أخطر الصنع قبل وما خفناش من اللي تغاوى تشمر زي بوصة لازم نكملو نوصلوا اللي بديناه لازم ياخذ العبرة من بوهم اللي طيحناه يد وحدة ما تصفقش خويا أختي اليد في اليد بالوحدة بالسلم ما يوقفنا حتى حد كيما العادة مسؤولي قضية تحريض الشعب زيدوا مسخوه الدوسي ف